السلام عليكم. لما وصفاتهم واجدكم بهذا الوصفة اللي هي بطاطا محشية في الفوق ولا أروع، جات بزاف بنينة خفيفة. البطاطا غليناها كما تقدري تقليها، حشيناها بالجاج في الوسط. تبعي معايا للآخر هكذا باش تكتشفي الطريقة كيفاش حضرناها. هنا عندي كمية تاع البطاطا اللي كنت قشرتها وقطعتها هكذا مربعات صغيرة، درتها في الماء. ندير عليها كمية تاع الملح هكذا باش ما طيب لناش سنطة، ونغليها حتى تطيب ونصفيها ونكملوا يعني باقي الوصفة. من بعد ما صفيت هذيك البطاطا ها هي معنا سخونة. هنا واش راح نحتاج؟ عندي هنايا نص صدر تاع الدجاج قطعته مربعات صغيرة، عندي بصلة مقطعة رقيق، شوية تاع المعدنوس والزيت بطبيعة الحال. أول حاجة مقلاة درت فيها شوية تاع الزيت وندبل مليح هذيك البصلة. من بعد نزيد عليه هذاك النص صدر تاع الدجاج مقطع رقيق، رايحة نتبلهم. باش نتبلهم ندلهم شوية تحت الفل كحل، وندير الملح كمية تاع الملح اللي تكفي الدجاج تاعنا. راح نزيد لهم شوية نتاع الثوم بودرة. ما عندكش طبيعة الحال تقدري ديري زوج الصوف تاع الثوم، لكن الثوم بودرة عفوا يمد لنا واحد البنة هايلة لهذا الدجاج. إذا نخلط هكذا باش يدخلو طياب. نزيد له شوية تاع الكركم هكذا يمد لنا بنة، يعطينا واحد اللون شباب للدجاج. أنا نحب نزيد لهم شوية توابل تاع الدجاج يعطينا بنة هايلة، يعني واجدين خفيفا للدجاج. بعد ما طاب هذاك الدجاج نطفي عليه، راهو واجد معنا. بعد واش ندير؟ نحتاجو هنا خمس حبيبات تاع البيض، راح نديرهم كامل في الغيسيبيون هنا امامي. ندلهم شويه تاع الملح قيس البيض فقط، وشويه نتاع فلفل الكحل. اذا نخلطهم مليح، ندير عليهم هذاك المعدنوس مقطع رقيق. اذا البيض تاعنا هنايا راهو واجد. بعد ندير عليهم هذيك البطاطا اللي غليتها وصفيتها عندناها هي معانا. دوك البيض يبقى لك على حساب البطاطا اللي عندك، الا عندك البطاطا اكثر زيدي، عندك اقل نقصي. انا هاد في الكيلو يعني درت خمس حبات تاع البطاطا تاع البيض عفوا في الكيلو نتاع البطاطا. شوفوا يعني البيض يجي غالب شويه البطاطا. بعد ها جبت امول اللي يدخل للفوق، ندلو شويه تاع الزيت فقط، ندلو دهنه خفيفه. من بعد ندير نصف الكميه تاع البطاطا والبيض. هنا مثلا اليوم خيرت باش ندير البطاطا مقليه، اللي تحبها مقليه تقدري ديري مقليه، لكن انا نفضل نديرها مغليه احسن باش يجي البلا تاعنا خفيف. بعد ندير هذاك الدجاج اللي طيبته، نديرو طبقه في الوسط هكذا فوق البطاطا، طويلو هكذا الوجه تاعو هكذا، يعني كي تاكلي تصيبي في الوسط الدجاج. ندوزن الله الله بالبصل والتوابل. من بعد في الوسط ديري اي نوعيه تاع فرماج. انا راه عندي متواجد هذا تاع الساندويتش، ديري الرابي، ديري تاع الميزان، اللي عندك اللي عندك ديريه. نديرو فوق الدجاج هكذا باش يطلق لنا البنه تاعو ويجينا بنين. اذا ندير طبقه هكذا نغطو هذاك الدجاج، ونعاود ندير طبقة تاع بطاطا فوق هذاك الفرماج والدجاج، نغطوه هكذا يعني طبق عائلي ولا أروع. إذا وندخلو الفوق، معناش راح ندلو من الفوق الفرماج رابي، لا لا، نكتافو غير بالبيض هكذا والمعدنوس باش يجي الشكل تاعو شباب. إذا ندخلو الفوق حتى يطيب يتحمر، ياخذ ديك التحميره الشابه، البيض يعني بالخف يطيب، ونخرجوه ونشوفوه واجد معنا. هذا هو طابت الوصفه تاعي وخرجتها من الفوق، شوفوها معنا. وهنا راح نسيي كيفاش نقلبو. اذا حبيت انا نحيه من لو بلا تاعو، فقط لو بلا تحتاني راهو سخون. اذا بسم الله، اذا من بعد نعاود نرجعو على هذا الطبق. اذا حبيت الوجه نخليه في الوجه هكذا،
لاحظوا معنا يعني كي ديري مول نتاع الزجاج رايح يتنحالك بكل سهوله. شوفوا ديك الخبزه اللي تحصلنا عليها ما شاء الله. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، بعد ما نحيتها من الفوق يعني طابت مليح ونحيتها من هذاك لو بلا وقدميها بهذه الطريقه، يعني جات ولا اربع. راح نقسم لكم منها قطعه هكذا يعني باش تشوفيها كيفاش جاتنا. اذا بسم الله، اذا نقطعوا منها هكذا قطعه بطاطا. هذه راهي محشيه بالفرماج والدجاج يعني ولا اروع. لاحظوا معنا شوفوا كيفاش جاتنا، ومن الاحسن ناكلوها يعني سخونه. لاحظوا هذاك الفرماج دايب في الوسط، هذاك الدجاج تبلناه بالبصل والثوم بودره والتوابل جا بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابك. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.